وهو فكرة الفيسبوك، لو انا عملت اد لحد وما عمليش كونفيرم على طلب الصداقة ده ممكن يهددني. وقع غريبة جدا، وجد المحكمة في ولاية نورث داكوتا الامريكية رجل امريكي هدد رئيسه في العمل او هدد بقتل مديره السابق في العمل لان المدير امتنع عن قبول طلب صداقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع التواصل فيسبوك. نشرت صحيفة ويلستون هيرالد الامريكية وقالت ان الرجل الامريكي اللي اسمه كيليب بورتشيك اللي بيبلغ من العمر 29 سنة انه لما ما استلمش الموافقة على طلب الصداقة اللي بعتها لمديره السابق بعت له رسالة تهديد من ضمنها رسالة فيها بيقول له اقبل طلب الصداقة وإلا هقتلك. يعني موضوع غريب جدا، موضوع واضح انه هو مشكل له ازمة يعني هو ما تمش تفكير. المفروض العكس ان هو المدير اللي بيعمل له قاعد عشان يشوفه هيتكلم عليه ولا لا. ده كان مديره السابق فهو عايز يعني يصفي حسابات معاه ممكن تقريبا عشان كده بيهدده. يعني ما تمش ذكر اسمه مديره السابق لحد دلوقتي، لكن المعلومات اللي موجودة ان بورتشيك ده كان على الفيسبوك الخاص بيه كان اخر وظيفة كان كاتبها ان هو شغال في شركة لخدمات شركة جي ار لخدمات الطاقة وكان شغال فيها لحد شهر مارس الماضي، وكان كاتب العنوان الفرعي للوظيفة سحقا لك يا كيلي دانكن. طبعا هو مش مكتوبة سحقا لك بس هي دي الترجمة اللي بتنزل دايما، مع وجه تعبيري يشبه شيطان احمر الوجه. واتهم او اتهم هو قبل كده بالسطو والترويع، واول جلسة ليه امام المحكمة هتبقى في 27 يناير الجاي. يعني ان هو الناس برضو اتجننت شوية. بقولك مش الموضوع هو فعلا زي ما بتقول يعني عايز يصفي حساباته. اصلا لو الموضوع ودي مش هيستاهل يعني خلاص ممكن يكون نسي يعني.